ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. رسالة من المطار، الحلقة الثانية. في 25 من أكتوبر من العام 2004، تعرضت فاطمة بخالد الشابة القادمة من وزان إلى الرباط للدراسة في كلية الصيدلة لعملية اختطاف. اختطفها أربعة كانوا على متن سيارة سوداء، وتناوبوا على اغتصابها 3 أيام، واستدعوا شخصا خامسا شاركهم جريمتهم. لما تخلصوا منها في أحد شوارع مدينة تمارا، سعت إلى مركز الدرك لتسجل شكايتها، ولكن دركي المداومة طلب منها أن تقدم أسماء من اغتصبوها وعنوان المكان الذي احتجزت فيه، وأيضا شهادة طبية تثبت أنها تعرضت للاغتصاب. أرادت أن توكل محاميا يدافع عنها، ولكن ما قاله لها لم يكن يختلف كثيرا عما سمعته في مركز الدرك بتمارا. قررت فاطمة أن تتحرك بمفردها وأن تثأر لكرامتها. كانت بداية تحركها بالعودة إلى المكان الذي تعرضت فيه للاغتصاب. رقم الاشتراك المكتوب على صندوق عداد الكهرباء مكنها بمساعدة موظف شركة التوزيع من الحصول على عنوان عائلة صاحب النظارتين السوداوين، ذاك الذي كان يقود السيارة ويتزعم العصابة. كانوا 5، تناوبوا على اغتصابها وإهانتها، وقررت فاطمة أن تنتقم منهم واحدا تلو الآخر. وحتى تكون عملية في تنفيذ خطتها، وضعت لهم ترتيبا في مقدمته صاحب النظارتين السوداوين. استحضرت وهي تخطط للتحرك كل العبر والدروس التي استخلصتها من ولعها بمشاهدة أفلام ألفريد هيتشكوك. في الخطة التي وضعت، قررت فاطمة ألا تترك من أثر وراءها سوى أرقام قاسمها المشترك هو الرقم 5. تريثت يومين، هي الآن تعلم أن وجبة الانتقام تؤكل باردة. في اليوم الثالث تنكرت في شخص رجل متسكع، ارتدت جلبابا باليا وحملت كيسا وراحت تحوم حول صندوق القمامة الأقرب إلى العنوان الذي حصلت عليه من موظف شركة توزيع الماء والكهرباء. كانت في مهمة مراقبة للمكان. ظلت تراقب المنزل، ثم ها هو ذو النظارتين السوداوين يخرج. كان كما رأته يوم اختطفها قرب المحطة الطرقية. ثار البركان بداخلها، مر بجانبها، كانت تتراءى له متسكعا يبحث في صندوق القمامة. تغلبت على فورة الغضب بداخلها، علمت أن ذاك الذي حطم حياتها ومزق أحلامها يدعى مراد. غادرت المكان. الآن صار لذي النظارتين السوداوين اسم معلوم. عادت فاطمة إلى غرفتها. في وحدتها رسمت ما بقي من تفاصيل الخطوة التالية. نحن الآن في 2 نوفمبر من العام 2004. في ذلك اليوم، حيث الجو ينزع إلى البارد، ارتدت فاطمة ملابسها العادية. بدت كيوم تعرضت للخطف، تعمدت أن تبدو كذلك. استجمعت قواها وقصدت إلى منزل مراد ذي النظارتين السوداوين. في إطار الجرس بالباب قرأت عائلة بن عثمان،
علمت الآن أن اسم صاحب النظارتين السوداوين هو مراد بن عثمان. ضغطت على الجرس، وقبل أن تتلقى الرد لحق بها أحد الحراس. سألها عن غرضها، قالت إنها تريد مراد بن عثمان وإنها خطيبته. قررت أن تحدث لديه صدمة قوية تفقده كل قدرة على ترتيب أفكاره. بعد ثوان ظهر مراد بالباب، اضطرب لما وقع نظره عليها. سألها ماذا تريد، قالت إنها تريد مقابلة والديه من أجل إيجاد حل لما تعرضت له على يديه وأصدقائه أفراد العصابة. مراد ذاك الوحش المفترس ينقلب فجأة إلى حمل وديع، يفاوض من أجل إقناع فاطمة بالعدول عن مقابلة والديها. اقترح عليها أن يلتقيا لاحقا، ولكنها رفضت وبشدة. وحتى تطبق عليه الفخ اقترحت أن يذهب سويا وفورا إلى أي مكان يريده لمناقشة الموضوع بكل هدوء. لم يكن له من خيار سوى القبول. أخرج السيارة السوداء من المرآب، أركبها إلى جانبه وأخذ وجهة الشاطئ، ولكنها فاجأته بأن طلبت منه أن يذهب إلى المنزل الذي تعرضت فيه للاغتصاب والإهانة. انشرحت أسارير وجهه. في الطريق طلبت منه أن يشتري بعض المشروبات لجلسة الحوار الهادئ بينهما. بعد وقت قصير كان داخل البيت. أحضرت من المطبخ كأسين، وما أن جلست في الكرسي المقابل له حتى استعاد وحشيته. أراد أن ينحو منح العنف، ولكنها هذه المرة كانت مستعدة للتصدي له. بسرعة أخرجت من حقيبتها اليدوية قارورة بخاخة، صوبتها إلى وجهه. كانت في القارورة مادة أعمت مراد وجعلته يختنق. خارت قواه فاستلقى على الكرسي محاولا استرجاع أنفاسه، ولكن فاطمة طالبة كلية الصيدلة كانت قد حضرت ما هو أقوى، فما أن استلقى على الكرسي حتى بادرته بكومة قطن مشبعة بمادة مخدرة وضعتها على فمه وأنفه، وما هي إلا ثوان حتى خر على الأرض بلا حراك. سحبته إلى الغرفة حيث اغتصبها، ألقته على الفراش، ثم جردته من كل ملابسه، وبحبل متين أحضرته معها قيدت يديه ورجليه بإحكام إلى إطار الفراش. أيقنت الآن أنه لن يستطيع الفكاك، ثم جلست بجانبه تنتظر أن يستفيق ويزول عنه مفعول المخدر. شيئا فشيئا استعاد مراد بن عثمان وعيه، تفطن إلى أنه مكبل ولا يستطيع الحركة. بدأ يتوسل إليها أن تفك وثاقه، وهو يقسم بأنه سوف يعمل على إصلاح غلطته والزواج منها. تجاهلت توسله كما تجاهل هو ورفاقه من قبل توسلها إليهم لما اختطفوها وحين اغتصبوها. صمت أذنيها عما كان يقول. من حقيبة يدها أخرجت آلة تسجيل. دقت ساعة الحقيقة يا صاحب النظارتين السوداوين. هي تريد الآن أن تستنطقه وأن تسجل كل ما سيقول. لم يكن غرضها أن تسلم الشريط إلى الشرطة، ولكن غايتها كانت المعلومات التي سوف تستخرجها منه حول أصدقائه الذين شاركوه اختطافها واغتصابها. طلبت منه أن يعطيها أسماءهم وعناوينهم. حاول تضليلها ولكنها كانت أذكى. طلبت منه أن يعيد عليها ما قال، فاكتشفت مراوغاته وقررت الانتقال الآن إلى درجة أعلى من الضغط. أخرجت من حقيبتها شفرة حلاقة، وعلى مرأى منها نزعت عنها غلافها، كانت تلمع تحت ضوء مصباح الغرفة. اقتربت منه، جسده العاري ممدد على الفراش، ويداه مكبلتان، ووثاق قدميه محكم، لا وسيلة لاتقاء حد الشفرة اللماعة. انحنت فاطمة وهي تمسك بالشفرة بين أناملها، خطت على بطنه جرحا صغيرا، ما لبث أن بدأ ينزف. كان مراد يصرخ، لا تأبه لصراخه، تتذكر
أنه لم يأبه لصراخها حين افتضها. صعدت الضغط المرة تلو الأخرى حتى حصلت منه على ما يكفي من المعلومات حول شركائه في اغتصابها وإهانتها. بمرور الوقت كانت الجراح النازفة قد غطت مساحات هامة من الجسد العاري لمراد. لما همت بالمغادرة عمدت إليه وقطعت وريده، وبدمه كتبت على الجدار 1/5. أغلقت باب الغرفة، غادرت الضيعة، كانت تعلم أن ذا النظارتين السوداوين سيسلم الروح بعد ربع ساعة. عبرت المسلك الذي يمر منه المزارعون، ولما أفضت إلى الطريق المعبدة استقلت سيارة أجرة وعادت إلى غرفتها في الرباط. كان لديها شعور مزيج من النشوة والغضب. بعد أن استراحت بدأت تستعد للانتقام من الثاني على القائمة، إنه ذاك الذي صفعها لما كانت تتوسل إلى خاطفيها بينما كانت على متن السيارة. علمت من مراد بن عثمان أن اسمه عصام السويدي. لن تنسى فاطمة ذاك الوحش ذا البنية القوية. كان عليها أن تعد له خطة محكمة توفر لها أسباب شل قوته وتجعلها أقوى منه. كان حين يمشي يختال في مشيته ويتعمد إبداء غروره بكتلة جسده. راقبته 3 أيام قبل أن تنتقل إلى الفعل. لاحظت أنه يتردد على مقهى في شارع علال بن عبد الله. يأتي إلى المقهى كل يوم في 4 عصرا. لاحظت أيضا أنه يطلب كل يوم برادا من الشاي الأخضر بالنعناع. اكتملت الصورة لدى فاطمة، غدا ستنتقم لشرفها من ذاك الذي صفعها قبل أن يشارك في اغتصابها. غدا نكمل الحكاية. ملفات بوليسية.